فوائد الشهادة العلمية بالنسبة للفتيات هي مهمة جدا في التكوين الأكاديمي بتاع الفتيات، خاصة أنها تعطينا استقلالية، هي بمثابة السلاح اللي تعمل عليه المرأة اليوم. صحيح هو ما يوفر لهاش موطن شغل بويسك سوق الشغل ضيقة جدا، لكن يعطيها استقلالية، تحس المرأة بالذات متاحة خاطرها قرات وثقفت وكل شيء. هذيك علاش لازم الإنسان يتعلم، لازم المرأة تتعلم من يوم وتكون فاعلة في المجتمع متاحها من خلال التعلم في الجامعة وكل شيء، وتثبت ذاتها وتحقق حريتها، وتكون الشهادة العلمية بمثابة السلاح لها هي، باش تكون فاعلة في مجتمعها. ذيك علاش كان ندعو الفتيات الكل انهم يتكونوا اكاديميا، ما يلوجوش على سوق الشغل والشهاده العلميه باش يخدموا بها فقط، لكن هي شهاده تثبت لهم ذاتيتهم، تثبت اللي هم متعلمين وعندهم مكانه في المجتمع.